مكان عبر قنوات الناقدة للقاء الجولة الثالثة من الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى لفرق المنطقة الشرقية. انطلق اللقاء بصفرة الحكم السنوسي الحبيب مع شحات محمد بلاش طاهر الوقت المدرب انيس البازي التونسي بمساعدة عبد الغريب وجمعة كنيتة الاهلي، ولكن اقرب وسهل عند الحارس المتابعة الحارس جمال سلطان. اذا بداية قوية لفريق الاهلي. جاه العبار، جمال عبار يرجع كرة الخلف الى المدافع، كاد ان يخطو هدف ضاعت كرات الاهلي اللي كان يسجل الاهلي، كان يكلف خطأ كبير لمصلح فريق الصداقة للدفاع وأيضا لجمال سلطان، كانت خطيرة لمصلحة فريق الأهلي، كان يسجل أهداف فريق الأهلي بخطأ دفاعي. تمشي كرة ولكن سهلة عند الحارس جمال سلطان. علي رزق يرجع كرة الخلف لأبو شنة للمحتسب التايب، يلعب كرة عرضية يبص الأهلي فريق الصداقة من الحمري الأولى الثانية، ولكن الحارس هذا المدرب اللي يخوض غبار التجربة مع فريق الصداقة هذا الموسم. هناك مخالفة لمصلحة حسين طقطق صاحب الهدف الجميل في شباك فريق شباب الجبل في المباراة الماضية. هذه الكرة الأخيرة من عبد الله العبد لوية لمصلحة فريق الأهلي، تلعب كرة مباشرة باتجاه أفيونغيت، ولكن هناك الدفاع في المتابعة الدفاع فريق الصداقة إلى جمعة العبار. الآن يتحصل على جانبية فريق الأهلي، تكون جاهزة وتعول باش تحقق على النتائج والكؤوس. تمشي كرة الآن لمصلحة فريق الصداقة ولكن تمر لتصبح خارج الملعب. هو الفوز بركلات الترجيح على فريق الأهلي. تمشي الآن كرة لمصلحة فريق الأهلي، تسديد خطيرة فريق الأهلي أمامنا أكرم الزوي في الكرة الأخيرة لمصلحة فريق الأهلي. هذه الكرة الأخيرة لمصلحة فريق الأهلي. جمعة برقيقة كيف لعب كرة، كيف سدد، عادت من جمال السلطان ولكن تحولت عن طريق لاعب فريق الأهلي أكرم الزوي مع أبو شنة لمن كرة محتسم تعود سريعة الآن أهلوية هجمة لفريق الأهلي، خطيرة فريق الاهلي، ممكن لفريق الاهلي ولكن سهله عند الحارس. طيب يسكورة جميل تعود بدفاعات فريق الصداقه تصل من جديد، او دفاعات الاهلي تصل الاهلي لفريق الصداقه. خطوات للعبار، لمن يلعبر سهله عند الحارس مراد الوحيشي، الكره لكن تعود اهلاويه تصل من جديد لمصلحه فريق الصداقه، تقطع عن طريق الجويني، هيثم الجويني وصافرة حكم اللقاء تعلن عن المخالفة لمصلحة فريق الأهلي. في انتظار التنفيذ عن طريق جمعة برقية، جمعة برقية كرة خطيرة ولكن ضيع شباب سلطان في المتابعة والتقاط الكرة. حلوة الكرة من جمعة برقية والأحلى والتقاط والمتابعة من شباب سلطان. وشوفوا العادة والكرة جمعة برقية كيف لعبها. دقائق الأولى في شوط اللقاء الثاني، كرة الآن لمصلحة هيثم جويني ولكن هناك المتابعة من محسن التايب بشكل رائع. أهداف هنا بالبيضاء، يمشي لها الكرة خطيرة لمصلحة فريق الأهلي والتسديد، ولكن جمال سلطان في الموعد اللي يبعد كرة محققة وهدف محقق أول كان يكون لفريق الأهلي. التسديد من أكرم الزوي، بورقيقة يرسل كرة طويلة لكن استقبل حسين صالح لعبد الله العبد. عبد الله العبد ما زالت معاه الكوره، افيونغ في المتابعه لا تلعب بالنار يا عبد الله العبد في مثل هذه الكرات من امام افيونغ. الكوره الخطيره شوفوا هيثم الجويني كيف مر الكوره الى عبد السوي وسدد السوي مره الاولى والثانيه. رائع جمال، رائع يا شباب يا سلطان. تمشي الآن أهلوية خطيرة، لعب الكرة ولكن الدفاع خطير الأهلي في هذه الأثناء، لعب كرة خطيرة هدف بالفعل
اول اهداف في اللقاء لفريق الاهلي، اول اهداف في اللقاء عن طريق اللاعب النيجيري افيونغا. في الاعاده الفذة جمعه برقيقه لعب كره مرت من امام الجميع ومن امام الجميع لتجد راسيه افيونغا الذي ارسل الكره مباشره داخل شباك فريق الصداقه. هدف اول الاهلاوي، هدف اول لفريق الاهلي في اللقاء. تمشي لعب كره لمصلحه فريق الصداقه مباشره، ولكن تعود بانتفاعات فريق الاهلي. جمال رائع اليوم، رغم الهدف لا بامان جمال سلطان كان في الموعد. تمشي كره ولكن اقرب الى حارس فريق الاهلي مراد العيشي. هذه الكره الاخيره كيف مر كيف سدد، ولكن سهله عن جمال سلطان. تمشي لان كره جاسم، جاسم جاسم مع الشريف، الشريف الشريف حلوه، خذ هات خذ هذه فريق الصداقه، ولكن مرت تصبح سهله عند الحارس. الى الزوي، يلف الزوي بشكل طيب، يتقدم الزوي يلعب كره عرضيه، فوز الدور الثاني ولا الثاني الفعل. هدف ثاني لفريق الاهلي، هدف ثاني لفريق الاهلي عن طريق ربيع النافي. لما تكون الاعاده حاضره من الزملاء، شوفوا كيف تقدم، كيف مرر، وليس النافي وانما هو هيثم الشويلي. مر هيثم الشويلي امام مدافعي فريق الصداقه ويحرز ثاني اهدافه مع فريق الاهلي، ولكن الرائعه التمريره الرائعه من اكرم السويد. وبذلك مشاهدينا الكرام اعلن حكم اللقاء السيد السويد الحبيب عن انتهاء لقاء فريق الصداقه مع ضيف فريق الاهلي هنا بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء بتقدم فريق الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. هذا الهدف هدف افيونغ، وهدف الثاني من اللاعب التونسي هيثم.